حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم. مشروع باندا كوكيز أحد المشاريع الشبابية التي دخلت عالم ريادة الأعمال مؤخراً لصناعة البسكويت، ولكن بعدة نكهات. نتابع هذا التقرير عن مشروع باندا كوكيز، طبعاً لعدة الزميلة عبير جلال. وكرا الله. الكوكيز والبسكويت من أفضل الحلويات المحببة للكبار والصغار، لأنها حلوى خفيفة بالإضافة إلى طعمها المميز لتنوع مكوناتها، ما بين البسكويت الهش أو المقرمش، ما بين المحلى وقليل التحلية، كما يمكن تناولها بدون إضافات بالشوفان الصحي أو مزينة بالشوكولاتة أو الفواكه المجففة وغيرها من الأفكار الشيقة والتي يتفنن صناعها في ابتكارها. استقطبت صناعة البسكويت والكوكيز العديد من مختلف شرائح المجتمع، وقد حققت رواجاً خصوصاً بين الفئات الشبابية المختلفة، لتكون بداية فردية لانطلاقة مختلف المشاريع الصغيرة المعتمدة على أعلى معايير التنافسية الابتكارية والجودة العالية. تحتوي البسكويتات والكوكيز على نسبة لا بأس بها من السعرات الحرارية التي قد تصل إلى 51 سعرة حرارية في كل قطعة،